تزكية القراءة تلاوة القرآن أمبايو إتفوقوا حفلاتو إتسموا نمر فوقي أيتوا يا جمال حيدر ويو أنا أم أمياك كومينا تاتو أتوقع مدرسة سمركندي إليوكو بريموالي نا أمي الفادي يوسف بومي يوسف كانو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. هي حفلة يا مسابقة القرآن يا مكة 1442 هجري كيزونغو ميلادي مكة 2020 هابا تفanya حفلة يا كتوة زوادي بعد يا كفanya مشيدانو يا كحفظ القرآن. Na musabaqatul Qur'an huno ni mwaka wa 38 kwatia uanzishwe ambayo fikra hili aloileta ni alwale da Said Abdul Qadir Ba Hassan akisaidiana na walimu akiwemo ustadh almarhum Muhammad Nur al-Nadhiri pamoja na walimu wengine kwa tini ya uongozi ya wazee wake ambaye ni wazee wetu sote. Mara hili kwa sababu ya maradhi haya na janga hili si madrasa nyingi zilishiriki lakini si katiki. Madrasa zilishiriki ni 12. Tukizitaja kwa haraka ni Madrasatul Bayan iliyoko Shela, Madrasatul Tauhid iliyoko Matondoni, Madrasatul Samarkandi iliyoko Mbajumwali, Madrasatul Sheikh Farsi iliyoko Lamu, مدرسة القسم الإسلامية اليوكو بجمالي، مدرسة الرياض أو معهد الإسلامي بمسجد الرياض، مدرسة فاطمة الزهراء، مدرسة ثمرة الجنة، مدرسة المدينة المنورة، مدرسة دار القرآن اليوكو بامبوري مومباسا، مدرسة المعاذ الإسلامية اليوكو لامو، مدرسة محضرة الطيبة اليوكو لامو. Na walioshiriki ni wanafunzi 62, wanawake ni 17 na wanaume ni 45. Na mahakimu waliowasikiza zijana Qur'ani walikuwa ni 6. Na wote walikuwa ni mahafidh na wote walikuwa na uzoefu wa kusikiza musabaka katika sehemu au mashindano tofauti tofauti. Kwa hivyo hapa tutaendelea kuwaita baadhi ya wanafundi ambao walishiriki kwenye musabaka na tukawaona hawa ndio wawakilishe wendani wao. Na haimaanishi kuwa tunayemuita hapa ndio ameshinda wendani wake, ametukua namba. Sio hivyo. Bali hapa tuwaita ni kama kuwakilisha wendani wao tu. Baadaye huko mwisho wa hafla ndio tutatoa natija za wale washindi. Tutaingia juzu tano ambaye atakuwa mwanafundi aitwa Muhammad Ramadan Jaka. Huyu ana miaka 13, amehifadhi juzu 5, atoka madrasa Darul Quran iliyoko Bamburi Mombasa. Na watanabahisha pia watakaokuja kutuza, tumeweka hili aina kama ya sanduku, itakuwa mtu akitia hapo kumtuza yule kijana kwa sababu asimbabaishe wakati wa kusoma. Afwan, na huyu atasoma kiraa cha Hamza, cha Khalaf an Hamza, ambayo Khalaf yeye ni rawi na qari ni Hamza. Kwa hivyo mtaona kiraa chake kiko tofauti na ambacho tumekizoea cha Hafs an Asim. Kwa hivyo tutamsikia, utaona tofauti na ladha ya Qur'ani kwa kiraa tofauti ambacho tumekizoea. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني
جئتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضي قال فإن فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم تبصره به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم هو أمسوما كراجة خلف أم بينيان حمزة أم بكيك وحمزة na hizi ziraa si kuwa mtu atasimama kuzisoma tu zina sheria zake zina sharti zake ule qari iwe ni mtu ambaye ameswalisha kwa muda mrefu imamu wa muda mrefu kwa mfano ukisikia imamu Ibn Kathir na kiraa chake ni mtu ambaye ni imamu ambaye ameswalisha Masjid al-Haram Makkah kwa miaka 30 ukisikia Imam Nafi na kiraa chake basi huyo Imam Nafi ni imamu ambaye ameswalisha Masjid an-Nabawi kwa miaka 70 ndio ziraa zao huwa ni mutawatir zimepokewa kwa watu wengi mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukimwita kijana wa pili ambaye amehifadhi juzu 5 huyo kijana ndio kijana mdogo ambaye ameshiriki mara hii kwenye musabaka na mtamwona aitwa Ali Said Hussein Ali Said Hussein ni kijana wa miaka 9
naye amehifadhi juzu tano atoka madrasa au markaz ya Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi ambayo iko hapa hapa Lamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Sasa tuangia juzu kumi na mwanafunzi ni mwanamke aitwa Maria Mjuma. Kwa hivyo jitayarishe aje hiki kiti cha mbele hapa. Tuona ni muhimu pia wanawake na washiriki ionekane kuwa kuna wanawake ambao wameshiriki kwenye musabaka ili sisi vijana wa kiume tusikubali kushindwa na sisi ambao tuyahifadhi tufanye bidii kuhifadhi. Huyu aitwa Maryam Juma kutoka Darul Qur'an ya Kubamburi na umri wake ni miaka 15. Na kabla hajaanza kusoma pia tutambua uwepo wa ambaye ni mgeni rasmi wa siku ya leo Mheshimiwa Azhar ambaye ni MCA wa Shela. Mheshimiwa hataki
utangulizi wote kwa sababu ni mtu maarufu. Kila mtu ambiwa, Azhar ambaye ni MC wa Shela. Na pia mgeni wa pili mheshimiwa ni Sheikh Kasim Shahare ambaye ni mgeni mheshimiwa siku ya leo. Na pembeni hapa pia kunaye Sheikh Abdul Hamid An-Nakshbandi ambaye pia ni mgeni mheshimiwa, bila kumsahau mzee wetu ambaye atuongoza mambo yetu yote hapa, ambaye tutamsikiliza yeye, Al-Habib Al-Sayyid Abubakar Dini. Mwenyezi Mungu awape afya, awape na uzima insha Allah Taala. Maryam Juma, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم kusoma hapa
binti huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuonda na mtihani ya mato, yani haoni. Na yeye hako kwenye madrasa yoyote. Kuhifadhi kwake amehifadhi nyumbani kwa kusikiza redio, kwa mamake akisoma yeye husikiza mpaka ameweza kuhifadhi juzu 10. Jina lake ni Fatima Hassan Ali. Ndio atakuja kutusomea sasa. Kwa hivyo ndugu yake amshike mkono mpaka hapa mbele amweke kwenye hiki kiti. Fatima Hassan Ali. Na aliyetukua namba 1 ndio atapata hilo friji na TV. Na inshallah mwakani tutaongeza. Mwenyezi Mungu akitufungulia tutakuwa ni TV, friji, labda na kitanda au kochi. Na mwakani zaidi itakuwa ni zombo zote za nyumba mpaka zijiko na zisu. Na mwakani zaidi tutampa ufungu wa nyumba haswa. Na mwakani zaidi inshallah tutampa na mahari aoe ili amweke mke kwenye hiyo nyumba. Tafadhali Fatima, soma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا
الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله العلي العظيم. Huyu ni Fatima Hassan Ali. Yeye bila shaka kuna watu baada ya kusikia hii sauti wameanza kuuliza. Huyu maarufu wake ni Habibatul Khair. Habibatul Khair. Ukisikia mtu apiga simu Radio Rahma kutoa wasia na mawaidha na ushauri kwa ina la Habibatul Khair, basi ni huyu. Amefadhi juzu 10 bila madrasa. Pale pale nyumbani kwa kusomewa na mamake na ndugu zake na kusikiza kwenye redio, basi ameweza kuhifadhi juzu 10. Kwa hivyo hii ni changamoto kwetu sisi ambao tuwaona uzuri ili bado hatuhifadhi hata juzu moja, basi yeye atakuwa ni aibu kwetu sisi. Kwa hivyo tujitahidini kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutamsikiza mwanafunzi aitwa Muhammad Hamid ambaye amehifadhi juzu 15, ambaye amehifadhi juzu 20. Muhammad Hamid amehifadhi juzu 20, umri wake ni miaka 15, atoka Madrasatul Bayan iliyoko Shela. Na hafla ya mara hii tuenda kwa haraka kidogo kwa sababu ya saa 4 situpate hapa. Kuna watu kutoka Shela, Wioni, Mkomani, sehemu tofauti tofauti. Na pia tutambua uwepo wa Abul Hasan bin Said Ahmad Badawi na Said Shatiri bin Said Ahmad Badawi kutoka Komoro. Hawa ni wageni wetu wawili kutoka Ngazija, wamekuja mpaka Amu kwa sababu ya kusherehekea na sisi mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wao ni ndugu zao Sheikh almarhum Sheikh Badawi na almarhum Said Abdurrahman Badawi ambaye marhum tulimzika wiki hii hii. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awarehemu. Hawa ni ndugu zao baba mmoja kutoka Komoro. Tafadhal Muhammad Hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو الغني
أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم sasa tuangia kuwasikiza juzu 30 juzu 30 tutamsikia mwana binti na kijana cha kiume huyo kijana cha kiume yeye amehifadhi Qur'ani mzima na aweza ukamtaia kuwa peji inayo yani peji fulani huanza na neno gani atakujibu tutamwita hapa mbele na tutamwita ustadhi kutoka Mombasa ambaye hata hakuamu ustadhi mwenyewe hawaiwani hawa watu wawili ule ustadhi atakuwa humuuliza na ule kijana atakumjibu sasa ambaye atasoma wa kwanza juzu 30 ni Nawir Yahya Ahmed Nawira Yahya Ahmed huyo ni binti mwenye miaka 13 atoka markaz Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi ambaye yuko hapa hapa amu na yua kuna baadhi ya watu mato yao yako huku upande wangu huku hapo mimi nimesimama upande wake wa kulia wakufuli uona ma TV kuna friji hapo ilo friji halikutua mai baridi kwa watu wano ya ilo friji la zawadi la alihifadhi mswafu mzima na akapata namba kijana alihifadhi juzu 30 na mpata namba 1 ndio atapawa hiyo zawadi ya friji pamoja na TV sasa tamsikia huyo Nawira atusomea Qur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم. Sasa tuangia juzo 30 ambaye tutamsikia huyo mwanafundi Mwenyezi Mungu amemtilia taufik kuweza kuhifadhi Qur'ani mpaka kwa kurasa. Kuyoa kurasa fulani imeanza kwa neno gani? Kurasa inayofuatia imeanza kwa neno gani? Na atakuwa hapa mbele yeye na ustadhi. Na huyo kijana aitwa Ahmed Farid umri wake ni miaka 14 na amehifadhi juzu 30 kutoka madrasatul bayan iliyoko Shela. Kwa hivyo kijana atoka Shela na mwalimu ambaye tumepanga kumuulize amuulize ni kutoka madrasatul darul quran iliyoko Bamburi Mombasa. Kwa hivyo ni mtu kutoka Mombasa amuuliza mtu kutoka Shela, ni watu ambao hawaiwani, watakutana leo moyo amuulize mwandani wake. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزء يكون نموذج يعتذرون صفحة 2 نوما يا كوانزا يا بيلي آية يا كوانزا جوما كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة أحسنت شيني وعد الله المؤمنين والمؤمنات ما شاء الله سورة النور كالتاسيتاتو كالتاسيتاتو شيني ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ عفوا. شيني. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ أحسنت. بارك الله فيك. بسم الله. صفحة إنا مكنا له في الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا. نبي صفحة بعده. قال هذا رحمة من ربي. بعده. كافها يا عين صاد. بعده. يا يحيى خذ الكتاب. بعده. فكلي واشربي. بعده. وأنذرهم يوم الحسرة. بعده. وناديناه من كل شيء رب السماوات والأرض. بعده. أفرأيت الذي كفر بآياتنا. آية. Aya, ustadhi wamefungua safha walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim. Sawa. Aya. Chini yake. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim. Chini yake. Amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar. Ngoja, ngoja, ngoja. Aya. Sawa, mimi na hisabu feji. Ngoja, ngoja. Ah, taka nyuma yake ustadhi. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم يا كي. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار. يا تشيني. إن الله عنده علم الساعة. ساسنا كل زميم نجينا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. مين عند بيلة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة،
ثمانية تسعة عشرة إحدى عشرة نبيا أيو كشيني ونبئهم أن الماء قسمة بينهم بارك الله فيك الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبير الحمد لله ni furaha kubwa sana baada ya kuwa mtu amehifadhi msoafu mzima kisha akaweza kuhifadhi kinamna hii yani kushinda hata kompyuta kwa sababu ile kompyuta mpaka uibofe na kompyuta tena likiwa limechoka choka mpaka kufunguka utakuwa sekunde kadhaa lakini mashallah tabarakallah kijana huyo akitaiwa tu hapo kwa hapo Mwenyezi Mungu amhifadhi yeye awahifadhi na wazazi wake awahifadhi na walimu zake atuhifadhi na sote waislamu kwa ujumla